هكذا كانت الأجواء في المهرجان الدولي للفولكلور الشعبي بأغادير في نسخته الأولى التي شهدت إقبالاً كبيراً من المتفرجين. وأمام هذا الجمهور قدم الأستاذ عمر عبدو كلمة باسم المرصد الجامعي لمهن وممارسات الإعلام، شكر فيها إدارة المهرجان وطلبت كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وأضاف أيضاً: Notre participation dans ce festival FIFTA s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de notre université sur son environnement et aussi ça rentre dans le cadre pédagogique de notre formation master métier pratique des médias, c'est-à-dire permettre à nos étudiants de vivre dans des situations réelles tout ce qui peut leur donner un atout afin de développer leurs compétences. اليوم حنا في اختتام فعاليه المهرجان. هذا المهرجان كيختلف على مجموعه من المهرجانات اللي هنا بالمدينه، لانه كونه اول مهرجان دولي للفولكلور في المغرب وبمدينه اكادير بعاصمه سوس. المهرجان ما كي يضمش غير لي سبيكتاكل فولكلوريك ولا الفنون، عروض فنون شعبيه، ولكن فيه ندوات، فيه ورشات، فيه لقاء دولي حول تحت شعار التراث عالمي ودولي بشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية وجامعة بن زهر. تخلل هذا الحفل الختامي رقصات روسية وإيفوارية ومحلية تنوعت بين فن عيساوة وأحواش، حيث استمتع فيها الحضور صغارا وكبارا. وأعرب رئيس فرقة أحواش إححان عن سعادته بالتواجد بهذا المهرجان الذي وصفه بالمتنوع والشامل لجميع فنون الفولكلور. الدورة الأولى للمهرجان تشكت فولكي، تشكت زدار مارينا دار البحر، نسكر ديفيلي، أردار الساحة بجوان، نبيد غينا اللي كل شيء تزريم الفراقي، نانا غدا غادي داش كيما تزريم 8 ونص تزريم هوا التلق، ناش كيدنا حاضر نزري البارتيان. وفي الختام عبرت الفرق المشاركة عن افتخارها بالمهرجان الذي يعطي أهمية للموروث الثقافي المحلي والدولي.